بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنعرض أيها الإخوة أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة 13 من شهر شعبان من سنة 1422. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل تسمح لنا بتوزيع الدروس المسجلة على الأشرطة على إخواننا وأقاربنا لينتفعوا بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، لا مانع من توزيع ما سجل على الأشرطة لينتفع به، ولكن ما يكتب على أوراق هذا لا نسمح في توزيعه، لأنه ربما أن الكاتب يخطي ويكتب شيئا لم أكن قد أجبت به، أو يسقط كلمة أو يزيد كلمة، لأنه قد يغفل عن بعض الألفاظ فيحصل خلل. فالكتابات لا نسمح بتوزيعها، أما التسجيل بالصوت فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نهيت رجلا عن قولي وحياتك مبينا له السبب في النهي، فقال: أعلم، ولكن اعتدنا قولها، فما حكم قوله العادة لا القصد؟ نعم، يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الآية الأخرى يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي نويتم عقده. أما ما يجري على اللسان من غير قصد فهو لغو معفو عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: هو مثل قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض حديثه. ولكن على الإنسان أنه يتجنب مهما أمكنه ذلك، لكن إذا وقع منه شيء بغير قصد فإن هذا معفو عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: بالنسبة للخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، إذا لم تحدث أذى فهل يكون قتلها مباحا أو مستحبا أو مكروها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها مطلقا، والشأن فيها والمعروف عنها أنها تؤذي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها عموما فتقتل، تنفيذا لأمره صلى الله عليه وسلم. وكون بعضها قد لا يؤذي أو في هذه المرة فهذا لا يغير طبيعتها، فهي تؤذي. نعم. وهل الحية مثلا، هل الحية يقال إنها لا تؤذي، أو العقرب أو الفأرة، أو يقال إن الكلب العقور لا يؤذي؟ الشأن فيها أنه يؤذي، لكن لو قدر أنه في بعض الأحيان ما وقع منه أذى فهذا لا يرفع عنه وصف الفسق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل فيقول: ما رأيكم بكتاب الفروع للإمام شمس الدين ابن مفلح لطالب العلم؟ كتاب الفروع كتاب جيد، ولكن ما يصل إليه إلا المتمكنون من الفقهاء، ما يصل إليه إلا المتمكن من الفقه، فهو مرجع في الفقه، مرجع إليه. أما أن الإنسان يقرأ
فيه ابتداء فلا ما يصلح، لكن يتدرج في العلم من المختصرات إلى ما فوقها شيئا فشيئا. والفروع بالذات عباراته وصياغته تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى دقة فهم لا يصل إليها إلا من تمكن في الفقه. ولكن الرجوع إليه لبعض المسائل لا بأس، إذا الإنسان أراد أنه يتثبت من المسألة ويرجع إلى المراجع فهو من جملة المراجع الكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أسباب إجابة الدعاء؟ أسباب إجابة الدعاء كثيرة، أولها حضور القلب، لأن يدعو الله جل وعلا بقلب حاضر. فإن كان يدعو بلسانه وقلبه غافل لم يستجب له، لأن الدعاء عبادة فلا بد من حضور القلب فيها. ثانيا أكل الحلال، فإن أكل الحرام يمنع قبول الدعاء حتى ولو كان الإنسان في حالة يستجاب فيها الدعاء لغيره، مثل المسافر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لله. فهذا حالته تستدعي الإجابة، لأنه مسافر وليس فيه شيء من الكبر، لأنه مسافر ومحتاج. وأيضا يمد يديه إلى السماء، وهذا من أسباب الإجابة، رفع اليدين، ويكرر: يا رب يا رب. ولكن مع هذا لا يستجاب له، لأنه يأكل الحرام. فيجب على الإنسان أن يطيب مطعمه ومكسبه حتى يستجاب دعاءه. قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تجب دعوتك. ومن أسباب الإجابة الضرورة، أن يكون الإنسان مضطرا استجاب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ففي حالة الضرورة الله يستجيب حتى من المشركين في حالة الضرورة. وكذلك من أسباب إجابة الدعاء أن يكون أن يتحرى الأوقات، أوقات الإجابة، مثل آخر الليل وقت النزول الإلهي، وآخر ساعة من يوم الجمعة، وفي حالة السجود. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا من أسباب إجابة الدعاء. أسباب الإجابة كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن بعض القنوات الفضائية يعرضون لقاءات مع السحرة والكهان والمشعوذين، وبعض المسلمين هداهم الله يشاهدون هذه الفقرات من باب التسلية ومعرفة أساليبهم وطرقهم. السؤال: ما حكم هؤلاء المشاهدين؟ هل يصدق عليهم الذهاب إلى الكهان وأنه لا تقبل لهم صلاة 40 يوما؟ ما زال العلماء يحذرون من هذه القنوات ويكررون التحذير، فيجب على المسلم أن يتجنبها ولا يتساهل في شأنها ولا يدخلها في بيته أو في محله. يجب على المسلمين أن يحذروا منها غاية الحذر،
ولا شك أنه إذا فتحها ونظر إليها أنه يأثم بذلك، لأنه لم يهجرها ولم يبتعد عنها، فيخشى عليه أن يناله هذا الوعيد، أنه لا يستجاب له صلاة 40 يوما، لأنه في حكم من ذهب إلى الكهان. إذا فتح القناة عليهم قاصدا الاطلاع على ما يعرضون، فإنه في حكم من ذهب إليهم لا فرق. لكن قد يكون في بعض الأحوال إذا فتح أهل العلم وأهل الغيرة وأهل الحسبة لأجل أن يرصدوا ما فيها من شر حتى يحذروا منها، وحتى تمنع إذا كان يمكن منعها لهذا الغرض لا بأس. أما إنسان يقضي وقتها فيها أو يقول أطلع عليها وهو ليس له شأن في الإجراء الذي يقي منها، هذا لا يجوز له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو المحكم والمتشابه وكيف نفرق بينهما؟ المحكم والمتشابه العلماء ذكروا لها معاني في أصول التفسير وفي أصول الفقه، ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول رسالته التدمرية الكلام على هذه الآيات: والذي أنزل عليك الكتاب إنه آيات محكمات وأخر متشابهات. قال رحمه الله ما مضمونه ومعناه: إن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، بمعنى أنه كله متقن ولا تناقض فيه ولا اختلاف فيه، فهو كله محكم لا نقص فيه ولا تناقض فيه، يصدق بعضه بعضا. ويطلق على القرآن أنه كله متشابه، يطلق على القرآن أنه كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أطلق عليه كله أنه متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والإعجاز والبيان والفصاحة والبلاغة. ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه، كما في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي بعضه آيات محكمات وأخر متشابهات. وقد فسر العلماء هذا الإحكام وهذا التشابه بأن المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هو واضح في نفسه، مثل أحل الله البيع، حرم الربا، حرمت عليكم الميتة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك من الأوامر والنواهي، هذا ما يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر يوضحه، هو واضح في نفسه. وأما المتشابه فهو ما يحتاج إلى ما يفسره، هو لا يتضح
من لفظه يحتاج إلى ما فسره، وذلك مثل المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل، هذا معنى الإحكام والتشابه في القرآن باختصار. وهناك متشابه لا يعلمه إلا الله، متشابه قسمان أو ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ذكرناه لكم وهو الحسن وتشابه بعضه ببعض، والمعنى الثاني وهو الإجمال أو الإطلاق أو الناسخ والمنسوخ إلى آخره، والمعنى الثالث تشابه لا يعلمه إلا الله، وهو ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب وما في القبر وما الأمور المستقبلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي مقدمة ذلك ذاته سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته لا يعلم حقيقتها وكنها إلا الله جل وعلا، حقيقة الأسماء والصفات وكنها الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله جل وعلا. مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، النزول معلوم، ولكن كيفية النزول لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. استوى على العرش، الاستواء معلوم، معناه واضح ومعلوم، هو العلو والارتفاع. أما كيفية الاستواء، كيف استوى على العرش، كيف يستوي، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل يصلي السنة الراتبة العشاء قبل النوم قرابة العاشرة والنصف ليلا. رجل يصلي السنة الراتبة للعشاء قبل النوم قرابة العاشرة والنصف ليلا. وقد أنكر عليه رجل وقال: لا بد أن تكون راتبة العشاء بعدها، أي متى تذهب للبيت وأنت تصليها، أي مذ أو منذ تذهب للبيت تصليها. ما صحة قوله؟ يعني المبادرة طيبة، أما أنه ما يصح ولا يجوز، لا يصح ويجوز، ما دام الوقت باقيا، ما دام وقت الفريضة باقيا فإنها تصح الراتبة البعدية في الوقت، لكن الأولى المبادرة بها لئلا ينساها أو ينشغل عنها، الأولى المبادرة وأن تكون بعد الفريضة مباشرة. هذا فيه مبادرة إلى الطاعة، وفيه أيضا خشية النسيان أو خشية الانشغال عنها، لا شك أن المبادرة بها أولى. أما أن يقال أنها لا تصح إلى أخرت، لا، ما دامت في الوقت فهي تصح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة الناجحة لطلب العلم اليوم؟ وعند الطلب هل يلزم حفظ القرآن وحفظ الكتب الستة؟ وهل الأشرطة الشارحة لكتب الحديث والفقه وغيرها تغني طالب العلم عن حضور مجالسه؟ هذا تكرر السؤال والإجابة عنه والدروس عنه مرارا. طلب العلم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل هو ما يتغير. طريقة طلب العلم معروفة، أن الإنسان يتلقى العلم عن العلماء، تلقى الحديث عن المحدثين، تلقى الفقه عن الفقهاء، تلقى التفسير عن المفسرين، تلقى اللغة العربية عن أهل اللغة، تلقاها عنهم تلقيا. وأما الكتب فإنما هي أدوات فقط، لا أنها يؤخذ منها العلم، يقتصر عليها ويؤخذ منها العلم ولا يحتاج إلى العلماء ولا إلى المدرسين، هذا غلط. الكتب إنما هي آلات، وأما العلم فإنه يؤخذ عن العلماء، والكتب تكون مساعدة للإنسان يقرأها ويحفظها وتشرح له من قبل أهل العلم والمختصين. هذه طريقة التعلم.
قديما وحديثا. ولا يؤخذ العلم عن الأشرطة، ولا يتتلمذ الإنسان على الأشرطة، لكن يستفيد منها، ما في معنى أنه يسمعها ويستفيد منها لكن لا يقتصر عليها ويظن أنه تكفيه عن الجلوس إلى أهل العلم تلقي عنهم، هذا لا يكفي أبدا. ولا قال أحد من أهل العلم إن هذا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف الجمع بين الحديثين الواردين، بين الأجرين الواردين في الحديث؟ الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات وتحط به الخطايا، وذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا في الفريضة، انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا في الفريضة، وأما أفضل الصلاة في بيته هذا النافلة. النافلة الأفضل أن تكون في البيت. وانتظار الصلاة ليس معناه أنه يجلس في المسجد، بل انتظار الصلاة أنه ينتظر الصلاة ويعزم على فعلها إذا دخل وقتها، سواء كان في معمله أو في متجره أو في ومكتبه، فهو أدى صلاة وينتظر الصلاة الأخرى ليؤديها، وهو في أي مكان وفي أي عمل يعزم على ذلك وينوي هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أقول وحياتي، وإذا جرى هذا اللفظ على لساني عادة دون القصد، والعقد في القلب أنه غير مؤاخذ به الإنسان، فما حكم قول والشرف والنعمة والعرض والعين والعرض والعين وغيرها؟ وهل هي مثلها أم أنها شرك أصغر؟ وما الفرق بينها وبين الألفاظ التي توجب شرك الأصغر كما نقرأ في كتاب التوحيد وغيرها من كتب العقائد؟ حروف القسم معروفة: الواو والباء والتاء، والله وتالله وبالله، هذه حروف القسم. فإذا جاء بحرف القسم قال وحياتك أو ورأسك أو والأمانة أو غير ذلك، هذا حلف، هذا حلف، هو شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله إنه يكون شركا أكبر. وإذا جرى على اللسان من غير قصد فإنه لا يضر. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا هو اللغو الذي يجري على اللسان بغير قصد، وإن كان صورته صورة اليمين، إلا أنه لم ينوه. لكن مع هذا الإنسان لا يعود نفسه الحلف بغير الله، يقول أنا ما نويت ولا قصدت، يترك هذا ويتجنب. وإذا تجنبه فإنه لن يأتي على لسانه، لأن الشيء بالاعتياد، يتجنب الإنسان هذه الأمور. ولا يكون معنى أنه إذا كان لا يقصد أنه ما عليه شيء أن الإنسان يتساهل في هذه الأمور، يقول ما دام ما عليه شيء ويعوذ لسانه هذه الأشياء، ما يصح، تجنبه. وأما الشرك في الألفاظ، الشرك في الألفاظ شرك أصغر، ومعنى في الألفاظ يعني لا بالاعتقاد، باللفظ فقط، مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، هذا شرك في الألفاظ، لأنه لم ينوي بقلبه، وإنما تلفظ وأشرك المخلوق مع الخالق باللفظ، لولا الله وأنت، جاء بالواو التي للتشريك، ما شاء الله وشئت وغير ذلك، هذا شرك في الألفاظ. لولا فلان ما حصل كذا، لولا أن الملاح كان حالقا
لما مشت السفينة لولا، ما يجوز. كل هذا من الشرك في الألفاظ، وهو شرك أصغر وفيه إثم عظيم وهو من الكبائر، لكنه لا يخرج من الملة. ألا هو الشرك في الألفاظ. أما الشرك في النيات وهو الشرك الخفي، فهذا الرياء، مثل الرياء والسمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا كان الزوجان كافرين، فما صحة العقد في هذه الحالات؟ أولا، إذا أسلم الزوج دون زوجته. ثانيا، إذا أسلمت الزوجة دون زوجها. ثالثا، إذا أسلم جميعا. عقود الكفار صحيحة، إذا تزوجوا زواجهم صحيح، وإذا أسلموا فهم على عقدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على عهده الكفار ولم يفرق بينهم، لأن العقد يوم يصدر وهم كفار كلهم عقد صحيح. الله جل وعلا يقول: امرأة فرعون، سماها امرأته وهو كافر، وقال: وامرأته حمالة الحطب، امرأة أبي لهب، سماها امرأته مع أنهم كفار. فعقود الكفار فيما بينهم صحيحة، وإذا أسلموا جميعا فإنهم يقرون عليها ولا يفرق بينهم. أما إذا أسلم أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج، فإنه يفرق بينهما وتبقى في العدة، فإن أسلم وهي في العدة فهي له، لأن البينونة هذه ليست بينونة كبرى، فإذا أسلم وهي في العدة فإنها ترجع إليه، مثل الرجعية. وإن تمت العدة ولم يسلم فإنها تبين منه، تبين منه، ولا تحل له لو أسلم إلا بعقد جديد. هذا إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج. أما إذا أسلم الزوج قبل الزوجة فإنها أيضا يفرق بينهم، لأنه هو مسلم وهي كافر، إلا إن كانت كتابية، إن كانت كتابية كافرة كتابية يهودية أو نصرانية وأسلم هو، فإنهم يبقون على عقدهم، لأن الله أباح للمسلم تزوج باليهودية والنصرانية ابتداء، وكذلك استدامة إذا أسلم وهي لم تسلم وهي يهودية أو نصرانية. أما إن كانت غير يهودية ولا نصرانية فإنه يفرق بينهما، فرق بينهما، فإن أسلمت فإنه يعقد لهما عقد جديد إذا رغب بالعودة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هذا مذكور في أنكحة الكفار من كتب الفقه، أنكحة الكفار من كتب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ذكر بعض أهل العلم حلا شرعيا لمشكلة بيع التأجير المنتهي بالتمليك الذي أفتى بعدم جوازه هيئة كبار العلماء بالأغلبية. ما نبي الحل هذا، ما نبي حل، نبي العقد هذا يترك، يترك، ولا نبي لهم حلول، هذه احتيالات، وهذه أنا نريد أن العقد هذا يبطل ولا يعاد التعامل به، تعاملون إما بالإجارة فقط أو بالبيع فقط، ولا يجمعون بين العقدين، ولا يحتالون علينا يقولون حنا سوينا كذا وسوينا كذا، ويبقى عقد البيع الآجار المنتهي بالتمليك لأننا عدلناه، هذا ما يصلح، هذه محاولات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول: هل يؤجر المسلم ويأخذ الثواب المترتب على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين إذا قرأهما بعد الصلاة بدون تدبر؟ يحصل له من الأجر بقدر ما حضر فيه قلبه
قليلا كان أو كثيرا. ولا المسلم لا يقرأ القرآن إلا وقد حضر قلبه إن شاء الله، ولو بعض الشيء، له من الأجر بقدر ما نيته وبقدر ما حضر فيه قلبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول: ما كفارة الجماع في نهار رمضان إذا كان لا يستطيع أن يعتق أو يصوم شهرين، وما ضابط ذلك؟ الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه وقع على زوجته في نهاية رمضان، قال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. وهل أوقعني إلا الصيام؟ قال له: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أستطيع. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا تصدق به. قال: على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال صلى الله عليه وسلم: خذه أنفقه على أهلك. العلماء بعضهم يقول إن هذا معناه أن الكفارة سقطت عنه بعجزه، وبعض العلماء يقول إن الكفارة ما سقطت لكن تبقى في ذمته، فإذا قدر فإنه يخرجها. عند الحنابلة أنها تسقط، قال في متن الزاد: فإن لم يجد سقطت. واستدلوا بهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول: بعض الأئمة يقرأ القرآن من أوله في الصلاة الجهرية إلى نهاية، يقرأ كل يوم منه قدرا معينا إلى أن يختمه بالناس، ويأخذ هذا الفعل منه قرابة 8 أشهر إلى سنة، والبعض يقول إن هذا العمل من الإمام من البدع، فما هو القول الصحيح في ذلك؟ الأولى أن يتجنب هذا الشيء، لأن هذا لم يرد عن السلف أنهم كانوا يتابعون قراءة القرآن من أول القرآن إلى آخره في الفريضة. وكوننا نحدث شيء لم يفعله السلف يخشى أن يكون من البدع، فنحن لسنا أحرص على الخير وأسرق إلى الخير من السلف الصالح، فالأولى تجنب هذا العمل، وأن يقرأ ما تيسر من القرآن، إما من المفصل هذا أحسن، أو يقرأ من سائر القرآن ما تيسر، ولا يرتب هذا ترتيبا من أول المصحف إلى آخره، فإنه يخشى أن يكون هذا بدعة أو شبيها بالبدعة. ولأن هذا يخشى أن يندرج على الناس على أنه سنة، يظنون أنه سنة، فيعتقدون سنة ما ليس بسنة، ويشق هذا على الناس وعلى الأئمة، يتخذ هذا سنة فيشق. والدين على التيسير ولله الحمد، فالأولى تجنب هذا الشيء، وأن الإنسان يقرأ في صلاة الفجر ما تيسر من غير ترتيب، إنما هذا في صلاة التراويح في رمضان، ذكر العلماء أنه ينبغي ويستحب له أن يسمع المأمومين القرآن من أوله إلى آخره، وهكذا كان الصحابة يفعلون، كانوا يختمون القرآن في التراويح والتهجد في رمضان، ويسمعون المأمومين القرآن من أوله إلى آخره، هذا في التراويح. والذي عنده قيام ليل في غير رمضان ويقوم من الليل، لا بأس أنه يرتب ويختم القرآن في كل شهر مرة، في كل 10 ليالي مرة، في كل 3 ليالي مرة،
كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى ذلك. هذا في صلاة الليل، يعني يتابع القرآن ويختمه. لكن العجيب أن بعض أئمتنا يعكسون يتفاضلون ختم القرآن في التراويح في رمضان ويستسهلون ختمه في الفرائض. هذا من العجيب. فالأولى مثل ما ذكرنا أن يكون هذا في صلاة الليل، وأما الفرائض فيقرأ فيها ما تيسر، تيسيرا على الناس وتيسيرا على الأئمة، ولئلا يظن أن هذا سنة فيشق على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: والله إننا نحبكم معشر العلماء وندعو لكم في ظهر الغيب بالتوفيق، وندب عن أعراضكم ونذكركم عند الناس بما أنتم أهله أهل. لا يخفى عليكم صاحب الفضيلة ما يواجهه إخواننا الأفغان على أيدي الكفرة، وأقل ما نقدمه لهم في هذه البلاد الآمنة المطمئنة الدعاء لهم في قنوت النوازل. ونحن معشر أئمة المساجد لم يأتنا إذن بالقنوت، فهل إذا لم تكن هذه من النوازل فكيف تكون النوازل وما هي ضوابطها؟ أفتونا مأجورين. ارفع السؤال إلى دار الإفتاء، ارفعه إلى دار الإفتاء ويتنظر فيه. وأما القنوت أنت ما منعت من الدعاء للمسلمين، لا للأفغان ولا غير، ادعو لهم، ما منعت من هذا. ادعو لهم في قنوتك في الوتر، ادعو لهم في صلاة الليل، ما منع المسلمون من الدعاء لإخوانهم أبدا. من اللي يقول هذا؟ ادعوا للمسلمين واجتهدوا في الدعاء، وادعوا على الكفار والحقوا في الدعاء، ما منع أحد من هذا. ما مسألة القنوت هذه مسألة اجتهادية وتحتاج إلى فتوى، يرجع فيها إلى أهل الفتوى. يمكن أن ترفع هذا السؤال لدار الإفتاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: إذا كان الصوم نفلا ونويته من الليل، ولكن قلت إن عرض عارض للفطر من تعب أو وليمة أفطرت، والنية الصوم، فما الحكم؟ النافلة أوسع من الفريضة، يصح صيام النافلة مع هذه النية، ويصح لو أنك أصبحت وأنت ما نويت ثم نويت في النهار، يصح الصيام من نية الصيام من النهار في النافلة. النافلة أوسع من الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: أرجو التفصيل في حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية، وكيف يكون التبرك بها؟ لا يتبرك بآثار النبي المكانية أبدا، مثل حجرته ومثل منبره ومثل المواطن التي نزل فيها السفر، أو غار حراء أو غار ثور أو ما يسمونه بدار المولد، إن صح أن هذه الدار هي التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن في ذلك شكا وغير ذلك. لا يتبرك بالآثار المكانية، لأن هذا شيء لم يفعله سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، وهم أعرف الناس بما يشرع ويعرفون هذه الأمكنة. سلفنا الصالح يعرفون هذه الأمكنة، ومع هذا ما قصدوها ولا تعبدوا فيها، لعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته. والذي يريد الخير باب الخير مفتوح، يا أخي عندك المساجد، ادعو الله بالمساجد، المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. أما أنك لازم تروح للآثار وتصلي فيها وتدعو فيها شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الفتنة، هذا من الفتنة لا من حب الخير. فنحن لا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه،
من بعده ولا القرون المفضلة وناتي بشيء خير مما فعلوا أبدا. واللي عنده حرص على الخير هناك المساجد، وهناك المساجد الثلاثة، المسجد الحرام الصلاة فيه عن 100,000 صلاة، المسجد النبوي الصلاة فيه عن 1,000 صلاة، المسجد الأقصى الصلاة فيه عن 500 صلاة. اللي يريد الخير المجال مفتوح. أما المغارات، أما الأمكنة والمقامات، هذه من أعمال الخرافيين لا من أعمال أهل السنة. ولا خير في إحداث البدع ولا أجر في ذلك، بل فيه إثم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا يجر إلى الشرك، لأن هذه الآثار إذا أمر بزيارتها للصلاة فيها والدعاء أدى هذا إلى الشرك، بأن يتبرك بها ويتمسح بها ويستغاث بأصحابها. ولا شك أن ديننا جاء بسد الذرائع المهدية إلى الشرك، ولهذا نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الدعاء عند القبور، ونهى عن البناء على القبور، تجصيص القبور وإسراجها والكتابة عليها. كل هذا من سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. فينبغي الحذر من هذه الأمور وعدم التساهل فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ورد في كتاب الآنية قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، ما الحكمة من ذلك؟ وهل ينوب الصابون والمنظفات الحديث عن التراب؟ ما هو لازم نعرف الحكمة، ما هو لازم أننا نعرف الحكمة، نطبق أو ننفذ الحديث ولو لم نعرف الحكمة. نحن مأمورون بهذا سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغسل ما ولغ الإناء إذا ولغ به الكلب سبعا، إحداهن أو أولاهن أو أخراهن أو الثامنة بالتراب، فنحن ننفذ هذا. وأما معرفة الحكمة فهذا شيء ثانوي، إذا تيسر وإلا فليس بيسر. ذكروا من الحكمة أن التراب أحد الطهورين، نجاسة الكلب مغلظة والتراب أحد الطهورين، لأن الطهارة تكون بالماء أو بالتراب عند عدمه، يتيمم صعيدا طيبا. ففي الجمع بين الطهورين في غسل لعاب الكلب دليل على أن نجاسته مغلظة، ولذلك قالوا نجاسة الكلب مغلظة. ومنهم من يقول أو يحاول أن هذا بحث طبي، ويقول إن لعاب الكلب فيه مكروبات، فيه مكروبات ولا يزيلها إلا التراب يقضي عليها. فإذا ثبت هذا طبيا الحمد لله، وإن لم يثبت فإننا لا نتوقف على ثبوتها وعدم ثبوتها، ننفذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بالحكمة. نعم. وأما أنه يقوم مقام التراب الإشنان والصابون، نعم بعض الفقهاء ذكر هذا، قال أن الإشنان الصابون ونحوه يقوم مقام التراب، ولكن هذا في الحقيقة غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن التراب فيه خاصية وله حكم، التراب يتيمم به ويتطهر به، خلاف الصابون والإشنان لا يتطهر بها عند عدم الماء، هناك فرق. نعم. سلام.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أرسل إلي بعض الإخوة في الجوال رسالة ونصها كالتالي: اربط حزام الأمان وسر في طريق التقوى بهدوء أمامك وسر في طريق التقوى بهدوء أمامك تفتيش في الآخرة. السؤال: ما حكم هذه العبارة؟ وأرجو توجيه نصيحة في ذلك. هذا تشبيه لأمور الآخرة بأمور الدنيا، ولا ينبغي مثل هذا. ينبغي أن تشبه أمور الآخرة بأمور الدنيا، مثل ما يظهرون بعض الأوراق فيها الحج والرحلة والمركب والزاد ومدري كيف ومدري، هذه كلها من الأمور التي لا ينبغي صنعتها، لأنها من باب تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا. والذي قصده التذكير يذكر الناس بغير الطريقة هذه، يذكرهم بأيام الله، يذكرهم بالدار الآخرة، يذكرهم بالجنة ويذكرهم بالنار، بدون أنه يشبهها بأنظمة المرور وأنظمة الطيران وأنظمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ثبت الإجماع أنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد عصر الصحابة؟ أعني آثارهم منفصلة عنه مثل شعره أو شيء من ثيابه وأوانيه ونحو ذلك. هاتوا لنا شيء من أوانيه أو من شعوره أو من ثيابه عليه الصلاة والسلام. من يقول أن هذا شعرها وهذا ثوبها أو هذه آنيته؟ ما عندنا يقين من هذا الشيء. وأيضا هذه الأمور لا تبقى هذه المدة وهذه القرون، ما تبقى هذه القرون، 14 قرن يبقى شعر، يبقى ما تبقى هذه، يبقى ثوب، ما تبقى هذه الأمور. جرت سنة الله أن هذه تفنى، العظام تفنى والجسم يفنى، كيف تبقى هذه الأشياء؟ ولا داعي لمثل هذه الأمور. اللي يريد الجنة ويريد رضا الله يعمل بسنة الرسول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. هذا موجود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، 3 آيات. ألسنا بحاجة إلى الثوب وإلى الشعر وإلى، عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، من طلق في أول ليلة من الزواج ولم يجامع امرأته هل يسترد المهر؟ وما هو الأفضل له في هذه الحالة؟ هذه قضية عند المحكمة، هذه فيها طرفان وخصومة، كن عند المحكمة تنظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول: إذا أفتى علماء بوجوب الجهاد ومنع منه السلطان فهل يسقط وجوبه؟ وهل يختلف حكم الجهاد من بلد لآخر على هذه الحالة؟ منهم العلماء اللي يفتوا، نبي يذكر لنا العلماء اللي يفتوا ويجيب لنا نص فتواهم ونحن نقرأها ونتأملها ونشوف، نطبقها على الكتاب والسنة ونشوف. نعم. ومن هو السلطان اللي منع من الجهاد؟ تركونا من هذه الأمور، هذه التحريشات ما لنا فيه دخل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة تسأل عن حكم أداء صلاة الاستسقاء في المدارس. نعم. أسئلة عديدة تسأل عن حكم أداء صلاة الاستسقاء في المدارس لتعويد الطلاب عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إلى المصلى حتى العواتق، يعني المخدرات والحيض، أمرهن بالخروج إلى المصلى، فيخرج المسلمون إلى المصلى طلابهم وشيابهم وكبارهم وأطفالهم، يخرجون إلى المصلى. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بيصلون كل النساء، لا، يخرجون يبرزون
يظهرون ضعفهم وفقرهم حاجتهم إلى الله، يدعون الله جميعا في مكان واحد، هذا أدعى للقبول وهذا أتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصوم من كان في بلاد كافرة مع أقرب الدول الإسلامية إليه، أم أنه يصوم مع أهل تلك البلاد ولا تشترط عليهم الرؤية والحالة هذا؟ إن كان هذا البلد اللي هو فيه مسلمون ولهم مرجع ومركز، فهم يرجعون إلى المركز والمرجع الذي يتولى شؤونهم، يتولى عقود الأنكحة، يتولى أمور الجنائز، يتولى قسمة المواريث، يتولى إثبات الأهلة، يرجعون إلى المركز الإسلامي الذي عندهم. وإن لم يكن عندهم مركز إسلامي فإنهم يصومون على أقرب البلاد إليهم مما لا تختلف فيه المطالع، يصومون تبعا لأقرب البلاد إليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل في عدم قبول خبر الواحد في انقضاء شهر رمضان تأكيد لقول بعض الأصوليين بأن خبر الواحد لا يفيد اليقين، مع أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول خبر الواحد في مسائل كثيرة مما يؤكد عدم صحة هذا القول، فيكون هذا القول من باب الاحتياط أو أي توجيه آخر؟ هذا ما هو خبر الواحد، هذا شهادة، هذا شهادة، والشهادة لها أنصبة، ففي الرضاع تكفي شهادة امرأة واحدة، وفي الأموال تكفي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وفي القصاص والحدود القصاص شهادة رجلين ولا تدخل النساء في القصاص، وفي الزنا أربعة شهود، الزنا فيه أربعة شهود، وفي إثبات العسرة إنسان غني ثم ادعى العسرة ولم يكن هناك سبب ظاهر للناس يقتضي صدقه، فلا بد من ثلاثة شهود حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاق، فهذا من باب الشهادة، ما هم من باب الخبر، من باب الشهادة، يعني إثبات الإفطار من شهر رمضان على من باب الشهادة على رؤية الهلال، فلا بد من شاهدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والسائل يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعلق بباب الكعبة كما يفعل الحجاج والمعتمرون، وهل ثبت عنه أنه تعلق بأسفل الكعبة ودعا؟ لا أعلم شيء من هذا، إلا أنه في غزوة الفتح لما اجتمعت قريش في المسجد الحرام وقف ووضع يده على باب الكعبة وخطب عليه الصلاة والسلام، أما أنه يتعلق لأجل العبادة أو لأجل الدعاء أنا لا أعرف شيئا من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما مشروعية الشرب جالسا، وما صحة حديث علي رضي الله عنه: من شرب واقفا فليتقيأ؟ نعم، الأفضل أن الإنسان يشرب جالسا، هذا هو الأفضل، ويجوز الشرب وهو واقف، فهذا من باب فليتقيأ، لعل هذا كان في أول الأمر، ثم جاء ما يبين أن أو ما نسخ هذا الشيء أن الشرب وهو قائم جالس، لكن الشرب وهو جالس أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بالنسبة للدول الإسلامية التي لا تحكم بشرع الله وإنما تحكم بالقانون الوضعي، نعم، يقول: بالنسبة للدول الإسلامية، نعم، التي لا تحكم بشرع الله وإنما تحكم بالقانون الوضعي، إذا عدا رجل على أحد فقتله ثم أتى هذا القاتل
بمحامي فشح القضية بنجاة المقتول، هل لأولياء المقتول أن يترصدوا للقاتل فيقتلوه، لا سيما وأنهم لا يرضون بحكم القانون أو أنهم يقيمون القصاص بأنفسهم؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يقوم أن يقيم القصاص إلا بحكم شرعي، لا يجوز أنهم، ولا كان الناس كل يقتل بعضهم بعض يقولون إحنا نقتص، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم أموال قوم ودماء، فلا بد من حكم شرعي، إذا لم يكن فيه حكم شرعي فلا يقتصوا بأنفسهم، لأن هذا يحدث شر ويحدث سفك الدماء، يجونهم يقتلونكم بعد قتلتم منهم واحد تقولون هذا قصاص، جوكم وقتلوا منكم أكثر، ثم أنتم قتلتم منهم ثم قامت معركة، ما يصلح هذا، لازم من حكم شرعي، وإذا لم يوجد حكم شرعي فلا قصاص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول فيه صاحب: ما رأيكم في اشتراء المرء الكفن وجعله في بيته يتذكر به الموت، هل به بأس؟ هذا شيء لم يعمله السلف كما نعلم، وإنما يعمله بعض الزهاد وبعض العباد، ولكن ليس له دليل من الشرع. تذكر الموت بدون الكفن، تذكر الموت، الموت ما هو شيء خفي ولا شيء، أنت تشوف الموت كل يوم، تشوف الجنائز، تشوف يعني ما تذكر الموت إلا بالكفن، ما يمر يوم إلا وتشوف جنائز وتسمع الجنائز وتسمع مات فلان، ما يحتاج إلى كفن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: إذا سافر رجل من أهل الرياض إلى مكة يريد الإقامة بها مدة 10 أيام ثم يعود، هل يجوز له الإفطار في الأيام 3 الأولى لمدة إقامته أم لا؟ إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه ينتهي سفره ويلزمه الصيام وإتمام الصلاة من أول ما يصل، من أول ما يصل إلى مكة أو إلى غيرها، إذا كان يعرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فإنه بمجرد وصوله إلى البلد ينتهي السفر، فيلزمه الإتمام ويلزمه الصيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، هل تبطل الصلاة؟ وإذا كانت لا تبطل فما هو الصارف لهذا النفي؟ نعم، لا تبطل، والصارف لهذا النهي أن النفي هنا ليس للصحة وإنما هو نفي للكمال، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحس أحدكم في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا تبطل صلاته إلا بانتقاض الوضوء بيقين. نعم، لكن يكره أنه يصلي وهو يدافعه الأخبث، يكره أنه يدخل فيها، يكره أنه يدخل فيها وهو يدافعه الأخبث. أما إذا دخل فيها وما عنده شيء لكن حصل عنده في أثناء الصلاة، هذا لا يؤثر عليه، يتم صلاة ولا تكره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لقد كثرت في هذه الأيام أجهزة الهاتف الجوال وفيها نغمة موسيقية عند الجرس وانتشرت بين الناس، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ هذا تكرر هذا السؤال، نقول لهم روحوا لما محلات بيع الجوالات وهم يعدلون النغمة هذه، يجعلونها منبه، صوت منبه مثل الساعة، ويحولون من النغمات، هذا موجود في محلات بيع الجوالات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل ثبت شيء في النزول الإلهي في ليلة النصف من شعبان؟ لا، ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء، فهي كسائر الليالي، ومن أحدث فيها شيئا خاصا من العبادات فهو بدعة، فهو مبتدع، لأنه فعل شيئا لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: رجل توفي في نصف رمضان وهو بصحة جيدة، هل يقضى عنه الصوم؟
كذا. لا ما يعني يفضى عنه الصوم بعد ما يعني الصوم اللي مات عنه ولم يصمه، أو الصوم اللي مر هو مفطر، هو مفطر قبل يموت، أو يقصد الصوم بقية الشهر اللي مات قبل أن يكمله. إن كان يقصد بقية الشهر فلا، هذا ما أدركه حتى يجب عليه. وأما إن كان قصده اللي يفطر قبل هذا فيه تفصيل، إن كان تركه وهو يقدر على الصوم ولم يصم هذا قد أخطأ ويقضى عنه أو يكفر عنه بعد وفاته. أما إن كان تركه لأنه لا يقدر إلى أن مات فليس عليه شيء، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة حجة الفريضة ولم ترمي الجمرات الثلاث بل وكلت من يرميها عنها وهي بأتم الصحة، السؤال: هل عليها فدي أو صيام عشرة أيام أو ماذا تفعل؟ إذا كانت وكلت لسبب وهو المشقة، لأن المرأة ضعيفة والجمرات بعيدة وقد يكون في وقت حر وقت صيف وزحمات سيارات، طريق إلى الجمرات قبل الوصول إليها صعب إذا كانت تسكن في مكان بعيد، أو لها أولاد صغار وإذا تركتهم تخشى عليه ووكلت، ما في معنى. إذا كان التوكيل لعذر فلا بأس، أما إذا كان التوكيل ما هو لعذر، هي متمكنة من الرمي ولا عليها مشقة، فإنها يجب عليها فدية، ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم تجد إنها تصوم عشرة أيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام؟ لا تصح إذا لم يكن عن يمينه أحد، إذا لم يكن عن يمينه أحد فلا تصح الصلاة عن يسار، لأن ابن عباس لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه وهو في الصلاة. أما إن كان عن يمينه أحد فلا بأس، تصح صلاة من عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: القول بأن استقدام الكفار إلى جزيرة العرب لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وما في معناه من الأحاديث، لأن المقصود بهذا الحديث عدم إعطائهم الجنسية وتوقيلهم، هل هذا القول صحيح؟ وما معنى ذلك أنه يجوز دخولهم إلى مكة والمدينة إذا لم يعطوا الجنسية، وكيف نجيب على هذا الإيراد؟ أولا قائل هذا من هو؟ هل يعتد بقوله اللي يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسره بغير المراد؟ من هو هذا؟ هذا ما يصلح. الرسول قال: أخرجوهم من جزيرة العرب، ولم يفصل بين كافر وكافر، يجب أن لا يمكنوا من الدخول إلى جزيرة العرب إلا إنسان يأتي برسالة من دولة، يأتي برسالة من دولة يوصلها ويرجع إلى بلده، أو سفير لبلده. أما أنه يجي ويستقر في بلاد المسلمين ويشتغل ويحترف ويبيع ويشري أو يسكن، هذا أمر لا يجوز، هذا عند تمكن المسلمين من إخراجهم، فيجب أن لا إذا قدر تمكن المسلمون من إخراجهم فيجب إخراجهم، لا يجوز أنهم يتركون يعيشون في جزيرة العرب ويستوطنون ويبيعون ويشرون ويتملكون، هذا ما يجوز، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنهم يأتون بأمور من دولهم، رسالات أو سفارات أو مفاوضات، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوضون معه، يأتون برسائل ويذهبون برسائل، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل هذا الحديث صحيح؟
وهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان صيحة في رمضان فإن هذا تغرّلت من السؤال عنه، كل جلسة تسألون عنه، ما هو صحيح ده ولا الأصل. نعم، في ناس يكذبون يريدون يروجون هذه المروعات وهذه الأشياء، يروعون الناس بها، يقولون تقوم القيامة في يوم كذا ويحصل في اليوم الفلاني يحصل حدث عظيم، هذا من الكهان وأشباه الكهان، لا يجوز الكلام ترويع المسلمين، وأنه سيحصل يوم الجمعة ريح حمراء وما أدري كيف، ويموت من الأمة في يوم الجمعة كذا وكذا، مثل وصية ما يسمى بالشيخ أحمد، هذا كله من الكذب وترويع المسلمين، ولا يجوز تصديق هذه الخرافات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا الشائع يقول فيه صاحبه: هل يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟ وإذا رجحت السيئات المتضمنة على الشرك الأصغر على الحسنات، فما مصير العبد عندئذ؟ لا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك شركا أكبر، أما الشرك الأصغر فهو وإن عذب به في النار فإنه لا يخلد فيها، حكمه حكم أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار يخرجون منها بإيمانهم وتوحيدهم، فهذا لا يأخذ حكم الشرك الأكبر من الخلود في النار. نعم، بقيت السؤال. وإذا رجحت حسناته، إذا رجحت حسناته بسيئاته وفيها الشرك الأصغر فإنه يغفر له، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذا ثقلت موازينه، الله جل وعلا يقول فأولئك هم المفلحون، وهذا في الذين ليس عندهم شرك، الشرك ليس فيه حسنات أصلا، الشرك الأكبر ليس فيه حسنات أصلا، المشركون ليس لهم حسنات لأنها باطلة هباء منثور لا توزن يوم القيامة، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إنما هذا في المسلمين والمؤمنين الذين لهم حسنات وسيئات، هي اللي توزن حسناتهم سيئاتهم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. يقول أحسن الله إليك: وإذا رجحت السيئات المتضمنة للشرك الأصغر على الحسنات، فما مصير العبد؟ مصيره الوعيد، مصيره الوعيد، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار ما دام عند التوحيد وعنده إيمان، فإنه لا يخلد في النار، وإن عذب بها وإن طال بقاؤه فيها فمآله إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: قال أحد المنسوبين إلى العلم في إحدى الإذاعات: لا يوجد اليوم مرجعية شرعية للعالم الإسلامي، أي إذا أفتى أخذ المسلمون جميعا بفتواه، بل كل يفتي ويتشتت الناس، فما صحة هذه العبارة؟ وهل مثل هذه العبارة مناسبة في هذا الزمان؟ هذا فهمه هو، هذا فهمه هو، وأما المسلمون فإنهم ولله الحمد يحسنون الظن بعلمائهم ولا يروج عليهم مثل هذا الكلام. نعم، وهذا المنافقون يقولون أشد من هذا، المنافقون يقولون أشد من هذا، ولا عبرة بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول: هل تجب الكفارة عند الحنفي في يمين الإكرام؟ هل تجب الكفارة عند الحنفي في يمين الإكرام؟ الإكرام؟ إيه؟ نعم، الجمهور على أن تجب، إذا حلفت على شخص لتكرمه وأبى، قلت له والله إن تجلس بهذا قصدك إكرامه، أو والله إن تدخل عندي قصدك إكرامه، وخالف ولم يدخل ولم يجلس، تجب الكفارة. شيخ الإسلام يقول إنها ما تجب لأن الإكرام قد حصل، أنت قصدت إكرامه وقد حصل منك إكرامه، ولكن الجمهور على أنها تجب الكفارة، ولا شك أن هذا أحوط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول: لي صديق لا يملك إلا 10,000 ريال ويريد الزواج،
وهذا الزواج سيكلفه نحو 14,000 ريال مضافا إليه بناء غرفة في منزله للزواج. السؤال: هل يصح أن أعطيه من الزكاة لمساعدته على الزواج؟ إذا كان محتاج إلى الزواج يخاف على نفسه من العنف لو لم يتزوج وهو لا يقدر على الزواج على تكاليف الزواج فساعده، لأن هذا من الضروريات، والزكاة تصرف لمثل هذا. أما إذا كان أنه ما هو بحاجة إلى الزواج وإنما هو زيادة تشهي أو زيادة تفقه للزوجات وعنده زوجة أو ما عليه خطر من ترك الزواج فلا تحل له الزكاة. الله جل وعلا يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن إذا كان ما يقدر على الصبر ويخشى على نفسه ولا عنده مال نكاحي هذا يساعد، أن هذا أصبح من الضروريات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: بعض الناس قد يصوم في رمضان ولكنه يشاهد التلفاز والدش وغيرها من آلات اللهو، فما حكم صوم هؤلاء؟ حكمه أنه ناقص، صوم ناقص، وقد يكون صوما لا أجر فيه، قد يصوم الإنسان يتعب وليس له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فهذا ليس له أجر اللي يصوم ولا يكف بصره عن الحرام ولا سمعه عن الحرام ولا جوارحه عن الحرام ولا لسانه عن الحرام، هذه الأشياء تنقص صومه حتى ربما لا يبقى له أجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل عن العقيقة والختام والتسمية للمولود في اليوم السابع، هل هو سنة أو واجب؟ وهل لا يكون ضرر بالتسمية المولود في اليوم السابع لصغره؟ يقول: نعم، السنة أنه يعق عنه يوم سابعه، وأنه يسمى في اليوم السابع ويحلق رأس الذكر، هذا هو السنة وليس بواجب. هذا لو عق عنه في غير اليوم السابع قبله أو بعده أو سماه في غير يوم السابع فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يكون هذه الإجراءات في اليوم السابع، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: إمام مسجد دائما يقرأ قوله تعالى: قال لهم رسول الله ناقة بضم ناقة، وأخبرته أنك في هذا جعلت الناقة صفة للرسول، ولم يزل مصرا على هذا العمل وهو إلى الآن يقرأها كذلك، فما العمل عنه؟ هذا لحن، هذا لحن، لكنه لا يحيل المعنى وليس صفة للرسول، يكون مبتدا مثلا، يكون هذا من باب الابتداء وليس، وأيضا هو لحن ما هو كلام عربي، هذا كلام إنسان ما يلحن، فهو ليس الصفة للرسول كما ذكر السائل، لكنه لحن ولا يحيل المعنى، لكن يعدل هذا اللحن، يعدله ناقة الله. نعم. لأن هذا من باب التحذير، أي احذروا ناقة الله وسقياها، احذروا سقياها يعني يومها اللي تشرب فيه، لا تضايقوها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا أدركت شخصا صلاة العشاء وهو في سفر ثم وصل بلده في وقتها، فهل له أن يصليها بعد وصوله لبلده قصرا؟ إذا أدركت شخصا صلاة العشاء وهو في سفر ثم وصل بلده في وقتها، فهل له أن يصليها بعد وصوله بلده قصرا؟ لا، إذا وصل بلده انتهى القصر، يصليها تماما لأنه انتهى، وإن كانت وجبت عليه في السفر، ولكن العبرة بالأداء، إذا أداها في الحضر والإقامة فإنه يكملها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نسمع من كبار السن إذا اشتد الحر في الصيف يقولون هذه لهائب الجوزاء، فما حكم هذا القول؟
يعني وقت الحرب، طلوع الجوزة هو وقت الحرب. أما إن كانوا يقصدون أن الجوزة هي اللي سببت الحرب هذا لا يجوز، الاعتقاد الجاهلية والمنجمين. أما إن كانوا يقولون هذا وقت الحرب، إذا طلعت الجوزة يصير الجوحار أو الكليبين أو النرجم، هذه عادة أجراها الله، وهذا الوقت وقت حرب ما في شك. إن كان هذا من باب التوقيت فلا بأس، أما إن كان من باب الاعتقاد إن هذا لا يجوز وهذا هو التنجيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول فيه صاحبه: هل يجوز العلاج عند طبيبة غير مسلمة والكشف عندها، خاص ذلك بالنساء؟ لا يجوز العلاج عند غير المسلم، إذا وجد المسلم الحاذق إنه يعالج عنده، والكافر يعالج عنده إذا لم يوجد مسلم حاذق في الطب. يجوز هذا للحاجة والضرورة، أما ما دام يوجد طبيب مسلم أو طبيبة مسلمة يكون العلاج عند المسلمين، يطلعون على أمراض المسلمين وينصحون، لأن الكافر ما ينصح للمسلم، عدو للمسلم ولا ينصح، لكن عند الحاجة والضرورة لا بأس، ما وجد غيرهم يعالج عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: نحن مجموعة من الأشخاص اتفقنا على عمل جمعية تعاونية، وذلك لمساعدة المنكوب والمحتاج، واجتمع لدينا قرابة 80,000 وقد حال عليها الحول، فهل على المبلغ زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فهل تصرف لأحد أعضاء الجمعية إذا كان من أهل الزكاة، مع العلم أن هذا الشخص يدفع مبلغا شهريا قدره 50,000؟